مرحبا بكم. في المباريات الرياضية لا يقتصر الأمر عادة على لحظات المنافسة الجادة، بل يمكننا أيضا أن نشهد سلوك الملاكمين المضحك بداخل حلبة القتال. سنرى اليوم عدة مواقف تعرض لها الملاكمين وكانت سببا في إحراجهم أمام الجمهور. ولكن أول مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. احتفال فاشل. عادة الفائزون بمباريات الملاكمة يريدون التعبير عن انتصاراتهم بالحركات والصيحات العالية مثل لاعب كرة القدم، يقومون بالرقص بعد كل هدف دون توقف. بدأت المباراة بداخل الحلبة وبدأ الخصم في الانهيار، وفجأة أخذ ضربة قاضية طرحته أرضا، ومن هنا بدأ الملاكم الفائز بالاحتفال، ولكن للأسف تسرع كثيرا، وذلك لسببين. السبب الأول أنه قفز أمام الجمهور قفزة انتصار فاشلة وأدت إلى سقوطه في الحلبة. ثانيا أن قسمه استطاع أن يقاومه وطرحه أرضا، فكان بذلك الاحتفال مبكرا جدا. المباراة لا تزال مستمرة، ومن المضحك جدا تسرع اللاعبين بعد طرح خصمهم أرضا واعتقادهم بالفوز والاستمتاع بالاحتفال المزيف. مثل هذا اللاعب هاجم خصمه هجوما شديدا ثم احتفل مبكرا وسقط على ظهره سقوطا شديدا. حاول الاحتفال فسقط على وجهه، وبصرف النظر عن كونه أمرا محرجا، فلا بد لكل لاعب تهيئة سلوكه ومعرفة الوقت المناسب للاحتفال قبل أن يؤذي نفسه وكبرياءه. في مباراة بين ديونتي والدر وليويس أرتيز، وقبل بداية المنافسة كان كل من اللاعبين يقومان بالاستعراض أمام الكاميرات، وفي لحظة مفاجئة بدأ هذا اللاعب بالصراخ متحمسا، مما أصاب الفتاة التي بجانبه بصدمة شديدة. يمكنكم أن تروا هذا بوضوح في هذا الفيديو. أما في هذا المقطع، أعلن الحكم فوز هذا اللاعب بجدارة خلال بطولة المنتخب الكوري الجنوبي، وقد فاز اللاعب أيضا بمبلغ كبير يبلغ 36 مليون دولار. فعندما طلبوا منه الوقوف لالتقاط صورة لهذه اللحظة التاريخية، لم يستطع اللاعب السيطرة على نفسه من شدة سعادته، وكذلك الحماس الزائد للاعب جعله يفعل أشياء غريبة. شاهد ذلك بنفسك. سباق الجبن الملفوف. من أغرب السباقات في العالم، هو سباق يتم منذ 20 عام في مدينة كولشستر بإنجلترا. كل عام في آخر يوم اثنين من شهر مايو، يقف المشاركون على قمة تل ذا كوبرز بانتظار قرص من الجبن، ليبدأ بالالتفاف أسفل التل، ثم يبدأ المتسابقون بالركض خلف القرص حتى يستطيع أحدهم التقاطه ليكون الفائز بهذا السباق. لك أن تتخيل سباق بهذه المواصفات سيكون مليئا بالكثير من المواقف المحرجة. انظروا لهذا المشهد، كيف يتساقط اللاعبون بشكل مضحك للغاية. خطة الفريق. في مباريات كرة القدم يلعب كل فريق وفقا للخطة التي يضعها المدرب. تتضمن الخطة أساليب اللعب والتكتيك الذي يجب اتباعه لخداع الفريق المنافس، ولكن قد تتغير الخطة في أي وقت أثناء المباراة، ولا توجد طريقة لإخبار لاعب الفريق بالاستراتيجية الجديدة خلال وقت المباراة. ولهذا لجأ المدرب في هذا المقطع لكتابة الخطة الجديدة على الورق وإرسالها للاعب. ولكن المضحك في هذا الأمر أن أحد لاعب الفريق المنافس كان قد سحب الورق منه واكتشف كل شيء. رجال الإسعاف. من المعروف تواجد رجال الإسعاف في ملاعب كرة القدم، ويكونوا مستعدين دائما للتدخل في حالة إصابة أي لاعب. وفي هذا المقطع أصيب أحد اللاعبين وجاء فريق الإسعافات من أجل نقله خارج الملعب لتلقي العلاج اللازم، ولكن يبدو أنهم لم يتمكنوا من ذلك وتسببوا في مشاكل أكبر لهذا اللاعب، حيث سقط اللاعب مرات عديدة. انظر بنفسك. الركلة الحرة.
هناك خدعة ذكية يتبعها اللاعبون أثناء الركلات الحرة، وهي التحرك باستمرار من أجل تشتيت اللاعب الذي يقوم بتنفيذ الرحلة. ولكن انظروا معنا في هذا المقطع من أحد مباريات كرة القدم النسائية في أستراليا، كيف قامت اللاعبات بتطبيق هذه القاعدة الجلوس والوقوف بطريقة مضحكة جدا. الغريب أن الأمر قد نجح، وبالفعل خرجت الكرة خارج المرمى. الدخول الفاشل. في عالم الملاكمة يقوم اللاعبون باستعراضات وحركات مختلفة عند دخولهم للحلبة، وذلك من أجل إثارة إعجاب الجمهور. لكل منهم طريقته الخاصة، والتي أحيانا ما تكون غريبة وتتسبب في موقف محرج لهم، مثل هذا السقوط الكوميدي للاعب من على الحلبة. هذا الشخص الذي حاول أداء قفزة بهلوانية صغيرة فوق الحبال، ولكن انتهى الأمر بسقوطه بشكل محرج، ولكنه نهض مسرعا قبل أن يلاحظه أحد. براز في الحلبة. كما كان من قبل، لم يعد مشهد غريبا بعد الآن. العديد من اللاعبين الذين في الساحة أثناء المباراة كانوا يقاتلون بضراوة، وبعد ذلك وعلى غير المتوقع تمكن الخصم من عكس موقفه، مما أدى إلى تمزق السروال الرياضي لخصمه. ليس هذا فقط، ولكن تسبب له في التبرز أيضا بداخل الحلبة. قد يبدو شيئا مضحكا، ولكنه موقفا محرجا جدا لهذا الملاكم. هذه ليست المرة الوحيدة حيث تعرض الكثير من اللاعبين لمثل هذه المواقف مرارا بداخل الحلبة. هجوم انحرافي. ليس كل الهجوم في ساحة المباراة بطريقة مباشرة، فيمكن استغلال الخصم لتنفيذ خطة هجوم عنيفة وغير متوقعة، ومثل ما فعل هذا الملاكم. حاول خصمه إسقاطه بيديه، وعلى عكس المخطط قام الملاكم بالدوران والانحراف، وأوقع خصمه في هذا الفخ، ثم ضربه برجله ضربة قاضية. ليست المرة الأولى التي تنجح بهذه الاستراتيجية القتالية، فهي تعد من أساسيات المراوغة داخل حلبات القتال. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.